السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، اليوم سوف نقوم بأخذ درس جديد بعنوان أنقذ الأرض. عليك عزيزي الطالب أو الطالبة بقراءة الدرس قراءة صامتة لمدة 4 دقائق، ثم قم بقلب الكتاب واستمع للأسئلة التي سوف أقوم بطرحها عليك، ثم أجب عليها بعد قراءتك للدرس قراءة صامتة. أول سؤال سوف أطرحه عليك، لما حضرت الطفلة إلى مؤتمر منظمة البيئة؟ لما حضرت الطفلة إلى مؤتمر منظمة البيئة؟ لماذا؟ كي تخبرهم بأن عليهم تغيير نهجهم أي طريقتهم التي يسيرون عليها. السؤال الثاني، مما كانت الطفلة تخاف عندما تظهر تحت أشعة الشمس أو عندما تستنشق الهواء؟ من خلال قراءتك للدرس وفهمك له سوف تجد الإجابة. هي تشعر بالخوف عندما تظهر تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة أين؟ في طبقة الأوزون. وما هي طبقة الأوزون يا خامس؟ هي غاز ذو لون أزرق يحيط بالغلاف الجوي للكرة الأرضية، وتخاف أيضا من استنشاقها للهواء. لماذا؟ لأن المواد الكيميائية الضارة موجودة فيه، لأن المواد الكيميائية الضارة موجودة في الهواء، فهي تخاف من استنشاق الهواء. السؤال الذي يليه، ما الخطر الذي تتعرض له الحيوانات والنباتات أيضا؟ إلى ماذا تتعرض؟ نعم، تتعرض للانقراض والموت. السؤال الذي يليه، ما الحل الذي تراه تلك الفتاة يكون نافعا لكوكبنا الأرضي الذي نعيش عليه؟ ما هي تلك الحلول التي أعطتها لمنظمة البيئة؟ ماذا قالت؟ نعم، قالت علينا أن نعمل معا نحو هدف واحد، فإذا أنفقت كل الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين حول العالم، ستصبح هذه الأرض مكانا رائعا لبني الإنسان. كيف ذلك؟ قالت أننا نتعلم في المدرسة أو الروضة، نتصرف في هذا العالم، نتعلم أن نتعاون وأن نحترم بعضنا بعضا وأن لا نؤذي تلك المخلوقات. نعم، كان رأي تلك الطفلة السيفرين التي تقدمت وتكلمت في منظمة البيئة. والطفل، سوف أقوم بقراءة الدرس جزء منه قراءة جهرية وعليك الاستماع. أنقذ الأرض. وقفت الطفلة السيفرين في مؤتمر منظمة البيئة والطفل وقالت أمام الحاضرين، جئت اليوم لأخبركم أيها البالغون أن عليكم تغيير نهجكم. أنا هنا أتحدث نيابة عن كل الأجيال القادمة، أتحدث نيابة عن الحيوانات التي لا تحصى والتي تموت، إذ إنه لم يعد لديها مكان لتعيش فيه. أخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون. أخاف أن أتنفس الهواء لأنني لا أعلم المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيه. عزيزي الطالب، هناك بعض الكلمات التي يجب أن نقوم بشرحها وتوضيحها، فكلمة نهجكم طريقتكم، وكلمة الأوزون غاز ذو لون أزرق يحيط بالغلاف الجوي للكرة الأرضية. أما كلمة تحصى
أي تعد، تعد، تحصى، تعد. أما كلمة تنقرض أي تموت وتزول. الأدغال هي عبارة عن أرض واسعة كثيرة الأشجار، هذه هي معنى كلمات الأدغال. بهذا نكون قد أنهينا توضيح درس أنقذوا الأرض. عليك عزيزي الطالب نسخ الصفحة الأولى بالحركة، وسوف أقوم بطباعة الأفكار الرئيسة والمعاني وإرسالها لكم مع الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.